تداولت منصات التواصل أيضا مقطع فيديو من إحدى آخر حفلات الفنان العراقي ماجد المهندس، حيث تعرض لموقف إنساني مفاجئ بصعود إحدى السيدات الحاضرات في نفس الحفل إلى منصة المسرح وهي من ذوي الهمم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن من البرنس ماجد المهندس الحاصل على جنسية أو جواز سعودي على ما أظن، إلا أن استقبلها أيضا بحفاوة بالغة وصفت بالإنسانية الجميلة التقديرية لجمهوره. طبعا مقطع الفيديو والتصرف ورد الفعل للبرنس ماجد المهندس أخذ انتشارا كبيرا، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل وتحديدا انستغرام. كثيرة هي المواقف المشابهة للتي تعرض لها ماجد المهندس، كثير من الفنانين يتعرضون لهكذا مواقف أثناء الحفلات، ربما تكون بعضها محرجة، أما هذا الموقف فقد سجل ردود أفعال كثيرة، منها بين رد فعل المهندس تجاه الفتاة، ومنها ما أثنت عليه في تصرفه وسرعة بديهيته، وطبعا أيضا رصدنا جانبا من ردود الأفعال والتعليقات وسنبدأها مع اللورد. يقول اللورد ماجد في تعليقه: حبيبي البرنس الجميل أبو المواقف الإنسانية الحلوة، ومو غريبة عليك هذه التصرفات اللي تنطي طاقة إيجابية وتزيد شعبيتك ومحبة الناس إلك، ربي يوفقك أكثر. تعليق من تحسين الخفاجي: يعني أي شخص بدل ماجد المهندس حتى لو مو مشهور المفروض يتصرف هذا التصرف الإيجابي، شو تريدون مثلاً؟ ماجد المهندس يطردها لو يتصرف تصرف محلو، غير تنقلب ضده والانتقادات تشتغل وتتدمر شعبيته، هو مجبر على أن يتصرف هالشكل. تعليق من حسناء تقول: أويلي ماجد المهندس اللي نكرنا وعافنا وعاف عراقيته، مهما يسوي ما ننسى أنه إحنا الجمهور العراقي اللي أول مرة دعمناه وصعدناه، هو لحد الآن حفلة بالعراق ما مسوي، لا هو ولا كاظم الساهر، وهاي نقاط سودة تتسجل بتاريخهم، ما يشفع لهاي التصرفات، القصد منها كسب الشهرة وتعاطف الناس. هو رأي. تعليق آخر أيضا من مجدي العابد يقول: الرجال حار وياكم، يتصرف بإيجابية تقولون بقصد الشهرة، ما يتصرف قلتوا إنسان فاشل ما يحب الخير وما عنده إنسانية وما يستحق يكون نجم وقدوة للشباب، هسه شي يسوي مثلا وياكم؟ تعليق آخر من محبة الرحمن: ماجد المهندس أبو المواقف اللي يقول ما مساعد ناس وما مقدم موقف الناس العراقيين هو غلطان، وما نريد نذكر أسماء لأن عيب، ماجد المهندس مو جديدة هاي التصرفات الحلوة وربي يحفظه، هو ما ينقص منه شيء ولا يزيده شيء إذا تنتقدون أو تحجون عليه، لأن القافلة تسير.